خطورة الشائعات وتزييف الوعي. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم قدم البشرية، وهو مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن من أبرز وسائل أهل الباطل في صراعهم مع أهل الحق صناعة الشائعات وترويجها بين الناس. ومما لا شك فيه أن الكلمة أمانة ومسؤولية عظيمة، سواء أكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية. والشائعات ما هي إلا كلمة تنتشر بين الناس، يطلقها صاحب قلب مريض، أو تطلقها هيئة أو منظمة من قوى الشر التي تعمل في الخفاء، وتتناقلها الألسنة وترددها دون تثبت أو تبين، فتؤثر سلبا على العقول والنفوس، وتنشر الأفكار الهدامة والمعتقدات الفاسدة، ويصبح المجتمع ويمسي في قلق وريبة، بل ويذهب الأمن، وتضعف الثقة بين الناس، فترى أمة الجسد الواحد يشكك بعضها في بعض، ويخون بعضها بعضا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا كان التحدث بكل ما يسمعه الإنسان نوعا من أنواع الكذب، يعاقب عليه الإنسان عقوبة شديدة في الآخرة، فكيف بمن يتحدث بما لم يسمعه أو يره؟ لقد اتخذ الإسلام موقفا حازما من الشائعات ومروجيها، وعدها سلوكا منافيا للأخلاق الحسنة والقيم النبيلة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وذلك حين أمر أتباعه بحفظ اللسان عن الخوض فيما ينشر الفتنة ويثير الاضطرابات في المجتمع، وأمرهم بالصدق في أقوالهم وحفظ ألسنتهم والتثبت من كل ما يصل إلى أسماعهم، حتى لا يكونوا سببا في نشر الفتن وإفساد المجتمع وتشويه الأعراض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل شأنه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام وأبواب الخير، قال له: وإن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال معاذ: أجل يا رسول الله. قال: أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة،
وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. وإن شئت أنبأتك بملاك ذلك كله. فقال: ما هو يا رسول الله؟ قال: فأهوى بإصبعه إلى فيه. قال: فقلت: يا رسول الله، وإنا لنؤاخذ بما تقول ألسنتنا. قال: ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن نشر الشائعات وترويجها هو سلوك المنافقين في الوصول إلى مآربهم وأهدافهم بزعزعة الأمن واستهداف وحدة الوطن وإضعاف نمو اقتصاده والنيل من استقراره وسلامته، وبث روح الإحباط واليأس والتشاؤم في نفوس المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص. ولقد سماهم القرآن الكريم المرجفين، لأن الإرجاف يقصد به الخوض في الأخبار السيئة والفتن التي من شأنها أن تحدث الاضطراب الشديد في المجتمع. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والشائعات إحدى وسائل الحروب التي لم يسلم منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حارب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بترويج الشائعات للنيل من دعوته وتشويه صورته، فأشاعوا بين الناس كذبا أنه صلى الله عليه وسلم ساحر. قال تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وادعوا بهتانا أنه شاعر ومجنون. قال تعالى: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وتارة أشاعوا أنه كاهن، فرد الله تعالى عليهم كذبهم وافتراءهم قائلا: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وفي يوم أحد أشاع المشركون مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة منهم في تفريق المسلمين وإضعاف قوتهم، فاضطربت صفوف المسلمين وضعفت قواهم النفسية، وفر بعضهم وألقى بعضهم السلاح، وثبت بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم حمراء الأسد أشاع المشركون أن قريشا قد جهزت جيشا كبيرا لمهاجمة المدينة ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أن المسلمين ثبتوا على دينهم ولم تنل منهم تلك الشائعات، فأثنى الله تعالى عليهم بقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي يوم حنين حين أشع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فوقف صلى الله عليه وسلم في وجه هذه الشائعة قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إن في ترديد الشائعات وترويجها من الخطورة ما لا يخفى على العقلاء
من استباحة الدماء والأموال والأعراض واضطراب الحياة. ولنا في مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه خير دليل وشاهد على ذلك، فقد حاصره المجرمون بسبب الشيعات والأراجيف التي أطلقها عبد الله بن سبأ اليهودي، بل ومنعوه من شرب الماء، وهو الذي اشترى بئر رومة من خارص ماله. فعن نائلة زوج عثمان رضي الله عنه قالت: لما كان اليوم الذي قتل فيه عثمان ظل في اليوم الذي قبله صائما، فلما كان عند إفطاره سالهم الماء العذب فلم يعطوه، فنام ولم يفطر. فلما كان وقت السحر أتيت جارات لي فسألتهم الماء العذب فأعطوني كوزا من ماء، فأتيته فحرقته فاستيقظ، فقلت: هذا ماء عذب. فرفع رأسه فنظر إلى الفجر فقال: إني قد أصبحت صائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف ومعه ماء عذب، فقال: اشرب يا عثمان. فشربت حتى رويت، ثم قال: ازدد. فشربت حتى نهلت، ثم قال: أما إن القوم سيكثرون عليك، فإن قاتلتهم ظفرت، وإن تركتهم أفطرت عندنا. فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. وفي عصرنا الحاضر تغيرت معطيات كثيرة، وأخذت هذه الصناعة الخبيثة أشكالا مختلفة وصورا متعددة ومتنوعة، نظرا لما يشهده العالم من تطور كبير وسريع في وسائل التواصل والتكنولوجيا، حيث أصبحت الإشاعة أوسع انتشارا وأسرع وصولا وأكثر تأثيرا، بل وأصبحت وسيلة من وسائل الحروب وأساليبها. فلم تعد الحرب أحادية البعد، أي أنها لم تعد عسكرية محضة أو أمنية محضة، ولا حتى مخابراتية محضة بالمفهوم التقليدي للنظم المخابراتية القديمة. فقد تطورت أساليب الحروب من حيث منهجة استخدام سلاح الشائعات وتزييف الوعي الذي صار أمراً يدرس ويتم التدريب عليه من قبل بعض الجهات المشبوهة، وتوظف له الكتائب الإلكترونية مع استخدام أقصى وسائل الحصار والضغط السياسي والاقتصادي والنفسي، والمحاولات المستميتة في إثارة الشعوب وتأليبها على حكامها، وتشويه الرموز والمكتسبات الوطنية، والتشكيك في كل الإنجازات والتهوين من أمرها، وتحالف الجماعات والقوى الإرهابية، ومحاولات اختراق المؤسسات، وإثارة أي نعرات تؤدي إلى الفرقة بآلية مدروسة وغير مسبوقة، مع التوظيف المدروس للمعلومة وتجنيد بعض وسائل التواصل الحديثة بل الكثير منها، واللعب على وتر الحاجة والمصالح الآنية التي لا يحتمل بعض الناس الصبر عليها، ومحاولة كسر إرادة الشعوب والعمل على كسر هيبة الحكام، والتشكيك في العلماء والمفكرين والمثقفين الوطنيين
ودعم مناوئهم وتوجيه رسائل التهديد المبطنة تارة والصريحة أخرى للمتمسكين بمبادئهم المخلصين لأوطانهم بإبراز مصائر من لم يسر في الركب وينضم للمخطط الآثم ويرفع راية التسليم ويركع ويركع من خلفه. ومما لا شك فيه أن قضية الصمود في وجه كل هذه الموجات العاتية أمر يحتاج إلى عقيدة إيمانية ووطنية صلبة وثقة في الله غير محدودة، ذلك أن كثيرا من الناس ربما يستهين بما يقوم به من مشاركة لبعض الأخبار أو الإحصائيات أو القصص دون التوثق منها أو التحقق من مصدرها، فيكون ممن شارك في بث الفتنة وإشعالها، ورب كلمة كاذبة لا أساس لها من الصحة يقولها العبد أو يكتبها أو يشاركها تبلغ الآفاق فتكون سببا في عذابه يوم القيامة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، لقد وضع الإسلام منهجًا حكيمًا لوقاية المجتمع من الشائعات، من أهم ملامحه وجوب التثبت من الأخبار والتأني قبل نشرها في المجتمع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. عدم ترديد الشائعة عبر أي وسيلة من الوسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية، لأن في ترديدها إسهام في ترويجها ونشرها، فالشائعات تزداد انتشارا إذا وجدت ألسنة ترددها وآذان تصغى إليها ونفوس تتقبلها وتصدقها. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ضرورة التماسك بين أبناء الوطن الواحد وتقديم حسن الظن عند سماع الشائعات وعدم التسرع في اتهامهم. قال تعالى:
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالمسلم مأمور بأن يحسن الظن وأن يحمل ما يصدر عن الآخرين على محمل حسن، لأن سوء الظن مرض فتاك يؤدي إلى اضطراب الحياة ونشر الخصومة بين الناس. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في بيان الحقائق وعدم التعجل في الحكم على الأمور. قال تعالى في وصف المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي إنهم كانوا يتربصون بأمن واستقرار مجتمع المدينة، فإذا ما سمعوا شيئا من الأخبار التي تتعلق بأمن المسلمين أو خوفهم أذاعوها أو أظهروها بقصد إشاعة الفزع والقلق والاضطراب. فلينتفض كل مؤمن غيور على دينه مخلص لوطنه للتصدي لتلك الشائعات وتكذيبها. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ولنعلم أن الكلمة أمانة نسأل عنها أمام الله تعالى يوم القيامة. ولندرك جميعا أن أعداءنا قد اتخذوا من حروب الجيل الرابع والجيل الخامس ومن حرب الشائعات وتشويه الإنجازات والرموز الوطنية ومحاولات النيل من كل ما هو وطني سبيلا لإفشال دولنا أو إسقاطها أو تفتيتها لتحقيق أغراضهم ومآربهم. فعلينا أن ندرك أننا أمام حرب ضروس تحاك لنا والشائعات وقودها، فيجب أن نتحقق وأن نتثبت حتى لا نسقط في مكائد أعدائنا، ويجب أن نثق في أنفسنا وفي قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا، وألا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن ومن يعملون على النيل منا أو من معنوياتنا أو يفكرون في إحباطنا وبث روح اليأس بيننا. وذلك يتطلب منا تحصين شبابنا ومجتمعنا بالوعي بالواقع والإلمام بحجم التحديات التي تواجهنا ومحاولة الإسهام في حلها. اللهم حسن أخلاقنا واحفظ مصرنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.